مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا عن التحول الرقمي اللي ما بقاش رفاهية، خاصة في ظل التطور الكبير اللي بيشهده هذا المجال على مستوى العالم كله، وده بالضبط اللي بتنفذه الدولة المصرية من خلال استراتيجية التنمية 2030، ومن خلالها وضعت حجر أساس لتحويل مصر للمجتمع رقمي واقتصاد رقمي قوي عشان يكون قادر على المنافسة في السوق العالمية ومواكب للمتغيرات الاقتصادية العالمية. وعشان كده الخطة الرقمية بتستهدف تحويل الخدمات الحكومية القائمة لخدمات إلكترونية متعددة. والأهداف التحول الرقمي طبعا ما انتهتش عند الحد ده، لكنها كمان بتحقق مفهوم أصيل بتتبناه الجمهورية الجديدة، هو تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال على الأرض. وعلى أرض مصر حققت الكثير طبعا، وما زالت في طريقها لإنجاز المزيد والمزيد. عن أبرز نقاط القوة والمتفردة أحيانا بتمتلكها مصر وعدد قليل من الدول في هذا القطاع، وكمان الجهود المبذولة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيدور حادثنا النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو هذا الصباح الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على مشاهدين حضراتكم الكرام. صباح النور يا دكتور، منورنا في هذا الصباح، ونحب ان احنا نفهم من حضرتك مبدئيا لما بنتكلم على التحول الرقمي ايه هو المقصود بالتحول الرقمي. علشان يحدث وعشان يكون موجود هذا التحول الرقمي كان لازم يكون في بنيه تحتيه اساسيه ومكونات كده معينه عشان نقدر نكون بنتكلم النهارده مع حضرتك عن ما تم تحقيقه في التحول الرقمي. يا ريت حضرتك توضح لنا هذه النقاط. اولا شكرا على السؤال. الحقيقه التحول الرقمي ليس فقط تقديم الخدمات الحكوميه، يمكن الخدمات الحكوميه وتقديمها يمكن اشهر محاور التحول الرقمي. لو بصينا على التحول الرقمي بصورة أشمل هنلاقي إن البنية المعلوماتية جزء منها، هنلاقي تصنيع الإلكترونيات جزء منها، هنلاقي فكرة المواطنة الرقمية، هنلاقي الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، هنلاقي توطين التكنولوجيا في المجالات الصناعية والزراعية والصحية، هنلاقي محور خاص بالتشريعات، هنلاقي فكرة الابتكار وريادة الأعمال، هنلاقي فكرة صنع قادة رقميين قادرين على استخدام التكنولوجيا وتوطينها في كل المناحي، إذا كانت المناحي الاقتصادية أو الاجتماعية. فهي حقيقة هي رحلة كمان، هي مش حاجة بتبتدي عشان تنتهي، هي حاجة بتبتدي عشان ما تنتهيش. وكل يوم فيه جديد، إن التكنولوجيا دايما بتفرض علينا نماذج عمل جديد. النهاردة يمكن حضرتك في التقرير ذكرتي الذكاء الاصطناعي، احنا بيؤسس العالم جديد بقى تماما، حقيقة مختلف تماما طبعا عن اللي احنا ده العالم عايش. الجديد الذكاء الاصطناعي، بس قبل ما ندخل على الذكاء الاصطناعي عايزين نتكلم عن البنية التحتية المعلوماتية الدولية لمصر وإزاي كانت نقلة لينا. أولا الاستثمارات تمت على مدار سنوات كثيرة حقيقة، ومصر حقيقة من الدول اللي بتشهد طفرة في البنية المعلوماتية. يمكن احنا من أيام بسيطة شفنا الشركة المصرية للاتصالات تحصل على ترخيص الجيل الخامس 5G، ويمكن مصر كانت اتأخرت في 4G حقيقة، إنما احنا مصر النهاردة بقت من أوائل الدول اللي شغالة في الـ5G. وإن الـ5G حقيقة هي فكرة زيادة سرعة الإنترنت، ده معناه زيادة وتنوع تطبيقات جديدة مختلفة تماما، وحاجات هيتم ابتكارها احنا ما نعرفهاش نتيجة وجود السرعات. انت بتتكلم في نوعية من الخدمات الجديدة، في نوعية من التطبيقات الجديدة اللي هي كانت محتاجة سرعات عالية، ما كانتش بقت موجودة في الـ4G، او الـ4G كتكنولوجيا ما بتحققهاش. الـ5G احنا بنتكلم في 100 ضعف السرعة الحالية، يعني 100 ضعف السرعة الحالية طبعا. يعني تطور عظيم جدا وكبير جدا. واحنا دايما لما بنتكلم على التحول الرقمي او اي قطاع بصفة عامة الدولة المصرية بتحقق نجاح كبير فيه، بنعرف ان احنا بنبني على ما تم حتى الان، وما زالت الجهود مستمرة. خلينا نشوف مع حضرتك ايه اللي تم وايه يعني حجم الاستثمارات وما تم في القطاعات المختلفة الخاصة بالتحول الرقمي، ونشوفها مع حضرتك هذه الخطوات بمختلف القطاعات، لا سيما طبعا في قطاعات التنمية المحلية والتحول الرقمي. مع هذا التقرير نشوف جزء من تلك الجهود ونرجع تاني. احنا عندنا
مركز التكنولوجي بيقدم حوالي 122 خدمة مطورة تقريبا، وده أمر يعني كان فيه نوع من التسهيل والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات النموذجية المطورة، بالإضافة طبعا لموضوع الرقمنة والميكنة والتحديث التحول الرقمي اللي احنا في سبيلنا للقضاء على الدولة المبنية على المستندات الورقية، بالإضافة طبعا لهدف استراتيجي تاني اللي هو فصل الخدمة عن مقدمها لمحاربة الفساد الإداري، وده يعني بيلمسه المواطنين دلوقتي في التواجد في المركز التكنولوجي عبر الشبابيك المتواجدة على أحدث نظام. خدتش أكتر من دقيقتين خلص لي كل الأوراق، يعني الموضوع فيه سلاسة وكده، والناس بصراحة شايفين شغلهم على الوجه الأكمل، وخلصت ورقي ما فيش دقيقة، وعندي بنت بتستلم الأوراق، فالموضوع ماشي بسلاسة. يعني بيقدموا خدمات كويسة جدا بصراحة، وبيسهلوا على المواطنين حاجات كتير، منهم خدمات في كل المجالات حضرتك، يعني حتى من بداية من ترخيص البناء، ترخيص المحلات، طرق، صرف غاز، بيقدموا بيسهلوا على المواطنين حاجات كتير. السيستم فيه ترتيب، يعني بناخد مثلا دور بتقدم على الشباك اللي انت محتاج فيه الخدمة بتاعتك، نفس الوقت برضو الموضوع الوقت الحمد لله المكان يعني هادي وجميل ومريح، وفي نفس الوقت الشبابيك فيه وفرة في عدد الموظفين يعني، فبتلاقي ما فيش زحمة، ما فيش مثلا بتخلص إجراءاتك في وقت قياسي يعني. نشكر زميلنا مصطفى أبو عطا مراسل اكسترا نيوز على هذا التقرير، ونرجع مره ثانيه دكتور محمد عزام. دكتور محمد عزام، نسال حضرتك عن كيفيه بناء وتحسين البنى التحتيه للنظم الرقميه، وصل لحد فين؟ بص حضرتك، هو احنا بنتكلم على اولا تطوير الشبكات، ده مهم جدا، وزي ما قبل الفصل احنا اتكلمنا على ان هيبقى عندنا اول شبكه 5G، بنتكلم على توصيل الكابلات الالياف الضوئيه، حتى في حياه كريمه احنا بنتكلم على توصيل الالياف الضوئيه الى القرى والمراكز والنجوع في مصر، فاحنا بنتكلم على شبكه بسرعات مختلفه تماما، دي برضو هتفتح لنا مجالات كتيره جدا. بنتكلم على فكرة مراكز البيانات العملاقة، ويمكن سيادة الرئيس اتكلم على هذا الموضوع كذا مرة، في وجود مراكز بيانات عملاقة لوضع كل بيانات الدولة المصرية فيها، وطبعا دي بتبقى مؤمنة تأمين عالي جدا طبقا للمعايير الدولية. وطبعا كل ما يبقى عندنا تكنولوجيا جديدة لازم يتم تحديث البنية المعلوماتية علشان تتواكب حقيقة، ويمكن مصر من الدول اللي قدرت تتعافى من أزمة كورونا سريعا نتيجة الاستثمار في البنية المعلوماتية، وده كان طبقا لتقرير البنك الدولي ان الدول الاكثر قدرة على التعافي من الازمات والجوائح اللي هي حصلت زي ازمة كورونا كانت الدول اللي استثمرت في البنية المعلوماتية، وحقيقة احنا عدينا هذه المرحلة لانها قدرت تتحول لاستخدام او تقدم خدمات مختلفة وممارسة الاعمال المختلفة من خلال التحول الرقمي من غير التواجد الجسدي الفعلي في مناطق العمل، مظبوط كده؟ طبعا في الاخر احنا لما حصلت ازمه كورونا اضطرينا نشتغل عن بعد، اضطرينا ندرس عن بعد، اضطرينا ان احنا حياتنا تنفصل عن الواقع المادي وتتحول الى الواقع الافتراضي، فلو ما كانش في بنيه معلوماتيه حقيقه قادره على استيعاب هذا الضغط الكبير جدا فكانت هيبقى القدره على التعافي طبعا اصعب بكتير جدا. بالتاكيد. طيب علشان نعرف احنا وصلنا لفين، يعني واحنا بنقيس كده دايما اي حاجه لازم نعرف في التحول الرقمي استراتيجيه التحول الرقمي الموضوع من قبل القياده السياسيه الدوله المصريه ماشيه ازاي، بدانا من فين وصلنا لفين وبنستهدف نروح لفين. بص حضرتك، احنا طبقا برضو التقرير كان طالع مؤخرا من البنك الدولي، احنا تحولنا الى فئه الجاف تك او الجفرمنت تك او تكنولوجيا الحكومات اللي هي اعلى فئه، هي كانت بتبتدي الاول بتقديم خدمات الكترونيه الى مفهوم تحول رقمي اللي هي فيها اعاده هندسه للاجراءات، فيها ان الخدمه بتقدم بطريقه مختلفه عن الخدمه اليدويه، الى وجود المواطن وقطاعات الاعمال في قلب المنظومه ووضعهم واخذ اعتبارهم في تصميم الخدمه، فدي اعلى حاجه الدافتك. يمكن كان ليا الشرف ان انا في كوب 27 في شرم الشيخ واتكلم على هذا الموضوع، وان قد ايه ان الكلام ده بيؤثر على
اولا جوده الحياه بيأثر على ان بيوفر فلوس، الفلوس دي ممكن تكون تؤدي الى اعاده استخدامها في مجالات اخرى زي الصحه او التعليم، والتاثير البيئي كمان كبير جدا في تقديم الخدمات عن بعد، ان انا بقلل البصمه الكربونيه للخدمه من اللي بقدمها بالطريقه التقليديه، مش مضطر انزل من البيت واروح المشوار واخد عربيه معينه او غيرها وملوثات بيئيه وغيرها عشان اوصل المشوار عشان اطلع ورقه او اقدم على حاجه. طبعا وجوده الحياه، ودي مهمه جدا يعني، دي من الحاجات الاساسيه في ان جوده الحياه معناها ان هي بتنعكس على حضرتك برضه في التقارير الدوليه، وبتنعكس على حضرتك في التقارير الخاصه بالتنافسيه. ودوت النهارده استخدام تكنولوجيا المعلومات، توطينها وانتاج التكنولوجيا، دي من العوامل المؤثره جدا في جميع محاور التنافسيه. لو احنا بنتكلم على مصر 2030 والوصول الى دوله ذات قدرات تنافسيه عاليه حقيقه، فالتكنولوجيا دايما هي المحرك وقاطره التنميه لكل القطاعات بدون استثناء. طيب دكتور محمد، لو اخذت حضرتك شويه لملف الذكاء الاصطناعي اللي يعتبر العالم الجديد او التوجه العالمي الجديد، وكنا بنتكلم الايام السابقه عن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار بشكل اكبر في افريقيا، ازاي هنستثمر الذكاء الاصطناعي في هذا التوجه؟ الذكاء الاصطناعي محور العالم حقيقه، وهو يعني يمكن انا كان لي الحظ ان انا اكون في مداخله مع القناه على الورد ايكونوميك فورم اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي، احنا بنتكلم على 30 جلسه من الجلسات الخاصه بالورد ايكونوميك فورم او المنتدى الاقتصادي العالمي بتتكلم على الذكاء الاصطناعي. وده هذا المنتدى اللي بنتكلم فيه على قاده الدول ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الهيئات الاموميه ورؤساء الشركات الدوليه، المحور الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. والاستثمار فيه حقيقه هو بنتكلم على حوالي 100 مليار دولار في السنة استثمارات، حجم براءات الاختراع في هذا المجال بتزيد 30 ضعف أي عدد براءات اختراع في أي مجالات حتى من التكنولوجيا البزغة، إن التأثير حقيقة كبير جدا في هذا المجال، هو بيعيد اكتشاف حياتنا حقيقة بصورة جديدة، هو تأثيره بالغ على التطور. ومن غيره مستحيل ان حضرتك تلحق بقطار التطور، عشان كده مصر النهارده بقى عندها استراتيجيه للذكاء الاصطناعي. بنتكلم فيها على كذا محور، منها الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الحكوميه علشان اصل الى خدمه ذات جوده عاليه وخدمه فيها حوكمه عاليه. كل حاجه الحقيقه عالم جديد تماما الحقيقه، الذكاء الاصطناعي للتنميه، الذكاء الاصطناعي للتنميه بدون الجور على الوظائف البشرية، الذكاء الاصطناعي. دي نقطة حساسة جدا جدا. طب قبل ما نكمل كلامنا عن الذكاء الاصطناعي هنروح دلوقتي لعرض معلوماتي عن أبرز جهود الدولة في التحول الرقمي، ونرجع تاني نكمل حوارنا. رجعنا تاني، وزي ما كنا بنشوف مع حضراتكم مع هذا العرض المعلوماتي أرقام عظيمة جدا واستثمارات هائلة حطتها الدولة المصرية دكتور محمد في كيفية التحول إلى منظومة الخدمات الرقمية والتحول الرقمي بصفة عامة. 100 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الانترنت، والنتيجة اللي احنا بنشوفها مع حضرتك وهي وجود الـ 5G أو خدمات الجيل الخامس في مصر قريبا بإذن الله. 110 مليار جنيه استثمارات لزيادة أعداد أبراج المحمول، 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية وتأثير هذا الأمر على السرعة وبالتالي الخدمات اللي بتقدر تقدمها مصر للمواطنين. 168 خدمة بقت موجودة على منصة مصر ما كانتش موجوده قبل كده بتكلفه هائله جدا 32 مليار جنيه، 55 مليار جنيه تكلفه مشروعات التحول الرقمي في قطاعات الدوله المختلفه. اهميه الربط
اللي احنا بنتكلم عليه في الحكومة والقطاعات المختلفة بينها وبين بعضها عشان تقدم الخدمة الكاملة الجيدة للمواطن؟ ياريت توضح لنا هذا المفهوم في التحول الرقمي. أولا الربط ده شيء مهم جدا علشان ما يبقاش فيه نوع من أنواع التكرار، زائد ان انا بحوكم كل خدمة، الخدمة بتتم بالشكل المعين، فده بينعكس عليا في مؤشرات كتيرة جدا، زائد ان هو بيسهل أداء الأعمال، زائد ان هو بيبقى قادر على حصولك على بيانات تبقى تحللها، فبالتالي هتدي متخذ القرار صوره مختلفه تماما. ان ليس فقط التحول الرقمي هي فكره الخدمه، يعني 168 خدمه الموجوده على مصر الرقميه، احنا السنه اللي فاتت كانوا حوالي 5 مليون مستخدم للخدمات دي، النهارده هنتكلم في 8 مليون مستخدم عملوا 45 مليون معامله. هو في الاخر انت حضرتك بتغير شكل المعاملات، بتغير شكل حتى الصوره الذهنيه عن المنتج الحكومي المصري، بتغير الصوره الذهنيه على في شكل الدوله المصريه في شكلها الجديد. يعني نقدر نقول ان منصه زي منصه مصر الرقميه دي بنشوف فيها الوجه النهائي او الشكل النهائي لكل الجهود اللي بذلت على مدار الفتره الماضيه في الربط بقى بين الجهات المختلفه ووجود التحول الرقمي، مظبوط كده؟ ده غير كده كمان حضرتك لو تستخدم الخدمة هناك دايما هيبقى عندك مجال ان انت تعلق على الخدمة. احنا ده بنقول للناس زمان ايه، الخدمة لو مش عاجباكم اكتبوا انها مش عاجباكم، يعني على فكرة فيها تحسين كمان بعد كده. طبعا على فكرة بيتم استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكل المعلومات والتغذية العكسية دي علشان تحسين الخدمة، ان الخدمات بيعاد هيكلتها وبعاد هندستها عشان تتناسب مع البيئة الرقمية الجديدة. فاحنا بنقول للناس من خلال شاشة حضراتكم لو مش في اي خدمه عندكم اي ملاحظات عليها حطوها، هي بيتم تحليل تتحسن بتتحلل الحقيقه في لحظيه وبيتم وضعها في الاعتبار، ودي في الاخر هتنعكس علينا كلنا في جوده الخدمه. ويمكن احنا 168 خدمه، انما هو بكره هيبقى في خدمات اكتر وبعده هيبقى في خدمات اكتر الى ان يتم التحول الكامل والشامل من خلال المنصه اللي تشمل بقى كل الخدمات بكل انواعها. فهي حاجه بتبنيها وبتبني وراها حاجة تانية إلى أن تصل إلى مرحلة التحول الرقمي اللي هو 360 درجة، إن احنا نبقى دولة معتمدة اعتماد كبير جدا على هذه النوعية من التكنولوجيات. وفي الآخر هو ده مرادف للحداثة حقيقة، وده أدوات القرن 21 لازم نستخدمها. طيب بمناسبة أدوات القرن 21 هنكمل كلامنا عن الذكاء الاصطناعي، وكنا بنتكلم عن الوظائف اللي هتندثر هتبقى مش موجوده وهيتم استبدالها بوظائف اخرى، وقبل طبعا ما يكون في وظائف هيكون في تعليم اصلا في الكليات المختلفه عن الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي. عايزه اعرف من حضرتك تاثير الذكاء الاصطناعي علينا اجتماعيا واقتصاديا هيكون شكله عامل ازاي؟ اولا الذكاء الاصطناعي هيضيف للناتج القومي العالمي 15 تريليون دولار، يعني حوالي 15% زياده في الناتج القومي العالمي، فهو هيحقق طفره كبيره جدا. إن ما ينفعش إن ولا قطاع صناعي ولا قطاع زراعي ولا صحي ولا تعليمي ولا خدمي هتطور إلا بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ده أمر خلاص أصبح مفروغ منه. العائد كبير جدا ولكن التحديات برضو كبيرة. إن أولا التكنولوجيا دايما طول تاريخها هي بتغير الوظائف مش بتلغي الوظائف. طبيعة الوظيفة بتختلف، وبالتالي في تحدي هنا بقى، التحدي هو القدرة على التعلم المستمر. من سنة ما كانش عندنا حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الجينيريتيف اي اي. في خلال سنة نزل هذا النوعية من التكنولوجيا اللي بسألها أي حاجة بترد عليا بمنتهى الدقة كخبير في أي مجال من المجالات. تخيل حضرتك إن النهاردة بيتسأل المتقدم على وظيفة جديدة، أنت بتعرف تستخدم هذه النوعية من التكنولوجيا ولا لا؟ دي مهارة ما كانتش مطلوبة من سنة من شهور. فده مثال بسيط جدا. فكان زمان عشان أصل إلى مهارة جديدة محتاج شهور أو سنين، النهاردة بنتكلم في أسابيع ما كانتش أيام علشان أخد المهارة الجديدة. فالقدرة على التعلم المستمر هي أصبحت الفيصل. إن كل شيء ممكن ما يكنته سوف يتم ما يكنته بأي نوعية من الوظائف، وبالتالي في كثير من الوظائف التقليدية مهددة بالاندثار. إنما هي في وظائف جديدة، يعني يمكن احنا بنتكلم في حدود 80 نتعلمها الأول يا دكتور. يعني في كليات بدأت على فكرة يعني تقدم نوع ده من التعليم، نتعلم شوية أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني بص حضرتك، هو التعليم والتعليم المستمر والتدريب بدون انقطاع حقيقي
خصوصا النهارده بقت في برامج للموضوع ده موجوده ومتاحه بالمجان. صح. احنا بنشوف بنات مصر الرقميه، بنشوف اشبال مصر الرقميه، احنا بنتكلم النهارده في برامج عديده جدا وكلها للاطفال والنشأ حقيقي، كلها خاصه بالنقطه اللي حضرتك ذكرتها وهي مواكبه التطور، لانه اللي هيسقط من هذا الركب هيبقى في منطقه تانية خالص معزول شبه عزل كامل عن العالم. كل الشكر لحضرتك يا دكتور محمد، يعني يمكن الموضوع محتاج حلقات اكتر، ولكن كل الشكر لحضرتك على تسليط الضوء كده على اهم وابرز النقاط في التحول الرقمي فيما يخصنا في مصر. نورتنا وشرفتنا دكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. كل شكر لحضرتك. نورتنا يا دكتور. كل الشرف ليا يا فندم. شكرا.